مساء الخير مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من كلاسيكو. حلقتنا اليوم بدنا نحكي فيها اخبار منوعه، اخبار محليه، انجازات بالرياضه السوريه على صعيد الكاراتيه وعلى صعيد منتخب الناشئين اللي افتتح بطوله غرب اسيا، بالاضافه للتتويج التاريخي لنادي الوثبه والرياضه العالميه حصتها كبيره دائما معنا. مساء الخير يا مجد. يسعد مساء كابتن مخلوف ويعطيك الف عافيه. بدي مسي لكل المشاهدين انضموا لنا هلا لمتابعه حلقه جديده من البرنامج الاسبوعي كلاسيكو. في عندنا كثير فقرات رح نحكي فيها مثل ما قال الكابتن مخلوف. بدنا نبدا بمنتخب الناشئين. منتخب الناشئين قبل قليل انتهت مباراته الاولى ببطوله غرب اسيا. لنذكر مشاهدينا، خلينا نشوف صور مباشره شباب لنحكي اكثر عن هال بطولة غرب آسيا. بتضم ثلاث مجموعات، منتخبنا تمكن من الانتصار بمباراته الأولى بهدف دون رد، حمل توقيع هداف الفريق أنيس قاسم. كل أهداف منتخب الناشئين مجد أنت كنت معهم كلها بتوقيع أنيس قاسم، ولكن الأداء غاب عن المنتخب. طبعا كابتن بمرحلة تحضيرية بأول معسكر خارجي ودي لعبنا مع الأردن، الكابتن أنيس قاسم لاعب ومهاجم نادي تشرين قدر يسجل أهداف المنتخب السوري الأربعة، كمان اليوم عم يسجل هدف المنتخب السوري الوحيد بأولى مبارياته الرسمية لمنتخب السوري الناشئين ضد المنتخب اللبناني. الأداء يمكن كان شوي اليوم غايب عن المنتخب كابتن، لأنه معظم لاعبي منتخبنا الوطني 8 أو 9 لاعبين هن من اللي كانوا عم يقدموا شهادة المرحلة الإعدادية صف التاسع. تعرف قديش هاي المرحلة حساسة للي عم يدرس طبعا، فهن خلصوا امتحان يوم الخميس واليوم كانت أول مباراة لألون. تقريبا هن منقطعين عن التدريب لمدة مرحلة شهر كامل وشهر ونص خلال هالفترة. بدي أذكر المشاهدين مجد، بطولة غرب آسيا للناشئين بتضم ثلاث مجموعات، منتخبنا بمجموعته إلى جانب لبنان والبحرين، والمجموعات الثلاثة نظامها البطولي مختلف عن باقي البطولات. أصحاب المراكز الأولى بيلعبوا من مرحلة واحدة، بطل وصيف مركز ثالث، اللي احتلوا المركز الثاني بالمجموعة أيضا بيلعبوا بين بعضهم، وأيضا اللي احتلوا المراكز الأخيرة بالمجموعات بالدور الأول أيضا بيلعبوا بين بعضهم مشان تحديد المراكز من الأول إلى التاسع. تماما كابتن، يعني يمكن هاي لفتة جميلة من اتحاد غرب آسيا أنه يخلوا كل المنتخبات تلعب تقريبا نفس عدد المباريات، لأنه هذا العمر هو بحاجة للاحتكاك، بحاجة ليكتسب خبرة من خلال المباريات اللي عم يلعبها، خاصة بهذا العمر. نحن بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الناشئ. بدي أذكر أنه منتخبنا للناشئين كان بالأردن بمباراتين وديتين مع المنتخب الأردني، تمكن من الانتصار على المنتخب الأردني. حاليا صار معنا على الهواء مباشرة من الأردن الكابتن، نقول أستاذ ولا كابتن؟ الكابتن طلال بركات، مشرف المنتخب عضو اتحاد كرة القدم. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير كابتن مخلوف، يسعد مساك. أول شيء بدي بارك لك بهالانتصار، أنت مع منتخب الناشئين من اللحظات الأولى من انتقاء اللاعبين كاتحاد كرة القدم، خليني أقول مو كمشرف منتخب، ما بخلتوا كاتحاد كرة القدم على المنتخب نهائيا من خلال المعسكرات، من خلال المباريات الودية التحضيرية وحاليا هالبطولة، ولكن نحن قلنا بالبداية بدنا نبارك لك بالثلاث نقاط، ولكن الثلاث نقاط ما كانت مقنعة بالأداء. تماما، نحن أول شيء بنبارك لكل الجماهير السورية، هن بالنهاية هي مباريات احتكاكية للاستفادة من المباريات الدولية اللي منظمة غرب آسيا بالأردن. هي الغاية منا أول شيء كم وعدد مباريات دولية أكثر لنكتسب هي الخبرة من قبل لعبتنا. طبعا الأداء ما كان مثل ما بده الكادر الفني، كان الجو كمان مؤثر. الساعة 4 شوب على أرض كرتان، ما كان بين فنيات اللاعبين. بكل الأحوال هي مباراة الأولى للمنتخب، إن شاء الله المباراة الثانية بتحسن تدريجيا نوصل اللي بدنا إياه نحن ان شاء الله. استاذ طلال، انا كمان بدوري بدي بارك لك واقول لك ان شاء الله الف مبروك. القلب موجود معكم اكيد استاذ طلال. الكل بيعرف انه معظم لاعبي منتخبنا هن من الطلاب اللي عم يقدموا شهاده المرحله الاعداديه الصف التاسع، ونعرف انه هي شهاده كثير مهمه للطالب، فهذا الشيء ممكن كمان مؤثر على مستوى اللاعبين اليوم بمباراه منتخب لبنان. تماما، معظم اللاعبين الاساسيين بالمنتخب اللي تشكلوا اليوم هن بانقطاع شهر ونص عن المنتخب، يعني صار لهم شهر ونص ما تمرنوا ولا لعبوا فوتبول، فخلال ثلاث ايام ما فيك تاهلوا للاعب وترجعوا للمستوى الفني اللي كان فيه خلال
ست اشهر الماضي. انقطاع بسبب الدراسه، تقديم الشهاده الاعداديه كمان له عائق من العوائق. ان شاء الله الامور للافضل. منتخب ان شاء الله يعني ان شاء الله كابتن. المنتخب السوري كان له تجربه بالاردن معك كمان، كنتوا بلقاءات وديه بمعسكر بالاردن، الاجواء مو غريبه عليكم. مباراه البحرين مباراه قادمه هي لصداره المجموعه، بدي اتمنى لكم كل التوفيق. بتوعدوا الجماهير السوريه بخطف بطاقه صداره المجموعه كابتن؟ شكرا لك كابتن مخلوف لقناه سمع طول الفيديو. بس عامل لك توعد الجماهير بخطف بطاقه المركز الاول؟ ان شاء الله. نحن جايين اول شيء كهدف اول هو بطل المجموعه، بطل المجموعه الاولى، ومن بعد يرسم المنتخب، بعد يرسم الكادر الفني خططه للتصفيات، بس ان شاء الله بيكون الفوز حليفنا بمباراه ان شاء الله. ان شاء الله كابتن طلال، السؤال الاخير من عندي انا، قد ايه مهمه هي المباريات تحضيرا للتصفيات الاسيويه اللي رح نشارك فيها بالمجموعه اللي بتضم السعوديه وعمان وباكستان؟ نحن كابتن هلا كمدير منتخب انا وجهاز فني متواجدين بنفس الملعب عم نحضر مباراه عمان والاردن. نحن الموجودين هون لنشوف منتخب العماني ومنتخب السعودي اللي بنعنا بنفس المجموعه. الكباتن عم يحضروا المباراه، عم يحطوا ملاحظاتهم صحيح كيف مفاتيح اللعب، يعني هذا الحكي كله موجود. نحن مو موجودين بالاردن للسياحه، اكيد في عندنا عمل جايين من شان. ثقتنا فيكم كبيره. نظم هي البطوله اكيد لنكون اكبر استفاده منها. اكيد ثقتنا فيكم كبيره كابتن طلال، بدي اتشكرك. ان شاء الله النصر حليف المنتخب مو بس بدور المجموعات وبالبطولة بشكل كامل. طلال بركات عضو اتحاد كرة القدم مشرف المنتخب كنت معي من الأردن، شكرا لك. أكيد كابتن نتمنى لهم كل التوفيق، تحية للكادر الفني اللي قضيت معهم فترة من شهر 11 تقريبا لبداية هذا الشهر، يعني صرت جزء منهم وهن جزء مني. يعني اليوم شفتني كيف عم انفع بالمباراة غير وقت نشوف أي مباراة للمنتخب الناشئين. الكابتن بشار سرور، الكابتن ربيع سلوم، الكابتن لوسيان داويد، الكابتن عبد الله التركماني، الكابتن الوكيل المصري، للجميع لكم ألف تحية وموفقين يا رب. قبل ما نبدأ مشاهدينا بعرض لقطات مباشرة من المباراة، خلونا نشوف الأهداف اللي تسجلت. 3 اهداف اللي لحقنا المنتج قبل ما ندخل الهواء، بعد تاخرنا بهدف بالدقيقه الثالثه تمكن منتخبنا من تسجيل 4 اهداف مثل ما قلت، 3 لحقنا نقوم بعمليه مونتاج المادي المباراه قبل الدخول للاستديو. سجل اهداف شادي الحموي 2 ومحمد المرمور 2. عم نشوف الاهداف مع بعض. التشكيله كانت بالبدايه مجد عالمي بحراسه المرمى، فارس ارناؤوط، عبد الله الشامي، خالد كردغلي، عمرو جنيات لخط الدفاع، تامر حاج محمد، محمد مرمور، ورد السلامي، فراس الخطيب، ومحمد الاحمد وشادي الحموي. طبعا يعني نقول الحمد لله، يعني النهايه بدنا نتيجه ايجابيه، اليوم منتخبنا عم يقدر يحقق نتيجه ايجابيه لحتى تعطي دافع ايجابي لكل اللاعبين لكل الجمهور. هدفين سجلهم شادي الحموي، لاعب نجران السعودي اللي انتقل من فترة قليلة قادما من الرمثة الأردني، طبعا نتمنى له كل التوفيق مع نادي نجران، وهدفين لمحمد مرمور لاعب نادي تشرين. عم شفنا هيك مشاهدينا الثلاث أهداف الأولى لي تماما. كابتن بس نذكر بالتشكيله المتواجده كلياتها بالهند، ابراهيم عالمي، خالد حاج عثمان، خالد ابراهيم، حسن ابو زينب، عمرو جنيات، تامر حاج محمد، فارس ارناؤوط، محمد عنز، يوسف الحموي، نصوح نقدلي، خالد كردغلي، احمد احمد، حسن خضور، علي حسن، فراس الخطيب، محمد مرمور، محمد الاحمد، عبد الله الشامي، عبد الرزاق، محمد ماهر دعبول، شادي الحموي، تحت قياده المدرب فجر ابراهيم. هدف الثاني عم نشوفه بامضاء محمد مرمور، طبعا هو الاجمل بين الاهداف بالأهداف. طبعا كابتن بهي البطوله عم يشارك المنتخب الهندي المستضيف بالاضافه لمنتخب لا نحكي اكثر عن هالبطوله، بطوله نهرو تقام سنويا بمشاركه 4 منتخبات. المنتخب بالاضافه لمنتخبنا الوطني راح يكون منتخب كوريا الشماليه اللي تغلب عليه اليوم والنتيجة لتقدم منتخبنا، وطاجكستان والهند. طبعا امبارح كانت المباراة الافتتاحية اللي قدر منتخب طاجيكي يقلب فيها النتيجة من 2-0 للمنتخب الهندي بالشوط الأول ل 4-2 للمنتخب الطاجيكي بالشوط الثاني. حاليا على حساب النتيجة حاليا بدنا نشوف هلا صور مباشرة من المباراة. سوريا في صدارة المجموعة لحد الآن 4-1 متقدمة، طاجكستان بعد تأخرها بهدفين بالشوط الأول بأمام الهند تمكنت من قلب النتيجة. حاليا عم نشوف نحن صور مباشرة من ملعب
مباراة. تشكيلة منتخبنا مجد، يعني المدرب فجر إبراهيم كان بده يجرب اللاعبين اللي جلهم من الدوري، يعني في كثير يعني ناس نقدوا المدرب فجر إبراهيم انه عم نشوف التشكيلة اللي قلناها قبل شوي على الهواء، عالمي، فارس أرناؤوط، عبد الله الشامي، خالد كردغلي، عمرو جنيات، تامر حاجة، محمد مرمور، ورد السلامي، فراس الخطيب، محمد الأحمد، شادي الحموي. المنتخبات السورية الثلاثة، منتخب الناشئين، منتخب الشباب، منتخب الرجال، الكل عنده معسكرات والكل عنده بطولات. بطولة نهرو لمنتخب الرجال، بطولة غرب آسيا لمنتخب الناشئين، معسكر تدريبي لمنتخب الشباب في عمان. خلينا نشوف بعض اللقطات. حاولنا نتواصل مع الكابتن جورج خوري لحتى يضعنا هو بآخر تطورات المنتخب، الكابتن جورج خوري مدير المنتخب، ولكن شوي الاتصال صعب، ما بنعرف شو السبب، يمكن بدأ ما بعرف. طبعا عم نتابع كابتن تدريبات المنتخب السوري للشباب بسلطنة عمان، عنده مباراتين ودي، عنده بكره مباراه وديه ثانيه، هو لعب امبارح. بدنا نذكر انه بالمباراه الاولى تعادل مع منتخب عمان من دون اهداف. بدنا نوجه تحيه بكل تاكيد للكابتن سامر بستانلي مدرب الفريق، مشرف الفريق هو الكابتن جورج خوري. ان شاء الله يا كابتن جورج وكابتن سامر بالايام القادمه نتمكن من التواصل معكم عبر الهاتف. حاليا تقام بطولة غرب آسيا للناشئين، منتخبنا الوطني تصدر مجموعته، ولكن بالدور النهائي لقاء الأول كان مع المنتخب السعودي، وله لقاء مع المنتخب الأردني. مجد، اللقاء الأول ما كان كما يجب، النتيجة طبعا عريضة، خسارة قاسية لمنتخب سوريا أمام منتخب السعودية بثلاثية. كابتن، يعني كل اللي تابع المباراة واللي عم يتابع المنتخب السوري للناشئين بيشوف انه كان في تشكيل جديد للمنتخب، شفنا اللاعب محمد عثمان هو بيلعب خط وسط ارتكاز، شفناه عم يلعب بقلب الدفاع، شفنا غياب طلحة الرحمون اللي هو قلب دفاع، ما بنعرف اذا عنده اصابة، وايضا عدم مشاركة خالد الحجي اللي هو ايضا مدافع بنادي حطين، هذا الشيء يعني كلف ربما نوعا ما دفاعنا يتسجل فيه اكثر من هدف. لاحظنا مشاركة أولى للاعب سليمان كلاعب أساسي بهي البطولة، يعني تفاجأنا كلنا بالمستوى، تفاجأنا كلنا بالنتيجة، كنا نتمنى نقدم أفضل من هيك، نحن بنملك لاعبين على مستوى الفردي جيد جدا، نتمنى توظيفهم بشكل أفضل هيك بالأيام القادمة ليكونوا على المستوى الجماعي. لقاءنا مع الأردن هو لقاء ما بنعرف اذا يا كابتن يا رح يكون حاسم، يبدو يكون تحصيل حاصل حسب نتيجه الاردن أردن والسعوديه، السعوديه رح يلعبوا، والختام المباراه رح تكون مباراه منتخب سوريا مع المنتخب الاردن. هيك نحن عددنا اسماء لاعبين ناشئين والرجال، بس ما ذكرنا تشكيل اللعبه فيها منتخب الشباب امام عمان مشان ما يزعلوا منا منتخب الشباب. حراس المرمى وسيم ايوب، خط دفاع هيثم اللوز، محمد مشهداني، مصطفى السفراني، خط الوسط صبحي الجدعان وأحمد الدالي ومحمد ريحاني وياسين أبو كرش. بالهجوم عم نشوف عمار رمضان، يعني هو إضافة، حاتم النابلسي وأحمد عمارة، إضافة كتير كبيرة لمنتخبنا. طبعا كابتن، لأنه عم نحكي عن المنتخبات، كمان شهدت هاي المباراة إضاعة ركلتي جزاء لكل المنتخبين، الأولى المنتخب السعودي تصدالها حارس مرمانا، بس شفنا شوية استهتار من قبل لاعبنا أنيس أثناء التسديد، صحيح، يعني اللاعبين الواعدين جدا ولكن في استهتار بتسديده أثناء تقدمه للكرة، يمكن هو بيتبع أسلوب خاص هيك أو شيء، بس إنه كنا نتمنى يكون في أفضل لو سجلنا هدف. يعني آخر مرة لعبنا مع المنتخب السعودي لهي الفئة العمرية كابتن انتصرنا بخمسة أهداف نظيفة، صحيح، فبنتمنى إن شاء الله تدارك خماسية كانت شباب، وكمان بالناشئين انتصرنا عليهم بآخر كان لقاء، كان نجم اللقاء المواس من ركلة حرة مباشرة، كانت منقولة على الهواء مباشرة، كنت أقوم بالتعليق على لهيك بتذكرها منيح، كمان بالناشئين تغلبنا عليهم، صح، فنحن شوي ما بدنا نحن كثير نحط اللوم على منتخب الناشئين، ولكن منتخب الناشئين التجمعات لا تكفي، المنتخب جيد، قدم مباراة رائعة أمام لبنان، مباراة جيدة أمام البحرين، ما ظهر بالمستوى المطلوب أمام منتخب الأردن. في لقاءين سابقين كنت موجود مع المنتخب، عفواً، أمام المنتخب السعودي، في لقاءين سابقين بمعسكر لمنتخب الناشئين بالأردن تمكننا من الانتصار على منتخب الأردن في مبارتين،
شوي شوي نحن بدنا نضل مع منتخب الناشئ بعده منتخب صغير. لازم دعم دائما نكون جنبه نحن كابتن. نحن بنحكي المعنى والعلي، نحكينا بعض السلبيات والايجابيات، خلينا نحكي السبب. كمان اللاعبين هن راجعين من امتحانات صف التاسع، يعني خلصوا يوم الخميس، سافروا يوم السبت، بلشوا بالبطوله يوم الاثنين على ما اعتقد. فكمان يعني هي نقطه كثير مهمه، انهم كانوا منقطعين عن التمرين لفتره طويله، اكثر من شهر فتره الامتحانات. بتمنى لهم العوده السريعه للذهاب الى التصفيات الاسيويه يا رب. نحن بنتمنى. هلا نحن ضمننا ببطولة غرب آسيا أحد الميداليات، ذهب فضة برونز، بما أنه نظام البطولة متصدري المجموعات بيلعبوا الدور النهائي، يتقاسموا فيما بينهم الميداليات والمراكز الأول والثاني والثالث. أصحاب المركز الثاني بيلعبوا كمان دور ثاني، بيتقاسموا المراكز الرابع والخامس والسادس. أصحاب المراكز الأخيرة كمان بيلعبوا مع بعض ليتقاسموا المراكز السابع والثامن و التاسع. هيك بنكون انتهينا من اخبار منتخباتنا، بدنا ننتقل لاخبار الدوريات، وراح نضل اول باول مع مباراه منتخبنا الاول مع كوريا الشماليه. شهد الاسبوع الماضي حركه سوق انتقالات رهيبه مجد بتعاقدات اللاعبين، حتى اسعار كمان اسعار كبيره. هل راح يكون معنا بكل تأكيد الكابتن مهند الفقير المدير الفني لاتحاد كرة القدم ليوضح لنا أكثر عن كثير شغلات بدنا نحاول نسأله. قبل ما يكون معنا الكابتن مهند وناخذ الاتصالات، خلونا نستعرض التعاقدات لكل نادي ونحكي عنها أكثر. البداية راح تكون مع نادي الاتحاد. طبعا نادي الاتحاد، نادي الاتحاد تم التعاقد مع المدرب ياسر اسباعي لمده عامين. قبل ما ندخل الاستديو عامل لك، انت عم تتابع وعم تشوف، مدربا للقلعه الحمراء، هو يعني كان احرز لقب الدوري كمدرب نادي الاتحاد اخر حدا عام 2004. حقق معه صحيح الثنائيه، بتوقع كانت كاس ودوري. رجع لبيته الاهلاوي، كل جمهور الاهلي عم ينتظره، ان شاء الله بنتمنى لهم التوفيق. كمان كابتن، مو بس مدربين نادي الاتحاد، كان عم يجدد عقود بعض اللاعبين وايضا تعاقدات جديده. يعني عم نشوف نحن حسام العمر، شاهر شاهين، محمد غباش، والحارس عماد ادلبي، يعني ساعات ثلاثه من اللاعبين السابقين بعقود جديده. تماما. وعندنا طه دياب، عبد الله النجار، وابراهيم الزين. دائما نادي الاتحاد بهمه انه يسعد جماهيره العريضه والكبيره، ان كان بسوريا او خارج سوريا. نتمنى له التوفيق ان شاء الله. عم يعمل بس عم نسمع اسعار دائماً. عم نسمع اسعار خياليه مجد. هلا رح نحكي عن موضوع الاسعار كابتن، يعني بس بدي اقول قبل ما بدنا نقول خياليه مشان ما يفكروا، اكيد احنا كبيره يعني. في نيمار سعره 222 مليون دولار بكل تاكيد، نحن عم نقول بالنسبه لنا، بالنسبه للدوري السوري شوي عالي. تماما. يعني انت الموسم الماضي كان السقف برقم معين، هذا الموسم تماما كان اعلى سقف بدون ما نقول الرقم، بس السنه عم تكون الارقام اضخم، ضعف تقريبا، عم توصل لل 50 مليون. بس بهيك حاله في انديه بدها تتأذى، غير قادره على تشتري لاعبين. يعني اليوم وقت عم يروح مدير كره باي نادي ليتعاقد مع لاعب، عم يقول له راح اعطيك 10 مليون انا لتكون معي الموسم القادم، لاعب عم ياخذها بضحكه، يعني انه لا 10 مليون قليل كثير. لنرجع نذكر بتعاقدات نادي الاتحاد بعد المدرب ياسر السباعي. اللاعبين هم حسام العمر وشاهر شاهين ومحمد غباش والحارس عماد ادلبي، تم استعاده ثلاث لاعبين بعقود جديده، هنن طه دياب، عبد الله النجار، وابراهيم الزين. تعاقدات القلعه الحمراء نادي الاتحاد، كان ممثل الكرة السورية السنة بكأس الاتحاد الآسيوي، ولكن للأسف ما كان عند حسن الظن أو قد المستوى. حاليا صار معنا على الهواء مباشرة الكابتن مهند الفقير المدير الفني لاتحاد كرة القدم. مساء الخير كابتن مهند. مساء الخيرات ويسعد مساكم ومسا المشاهدين كلهم. كابتن مهند، اليوم كان في اجتماع لرؤساء الأندية بوجود حضرتك بكل تأكيد، من أجل وضع خطة، وضع، لأنه شفنا شيء بانتقالات اللاعبين. سؤالنا، هل هناك سقف لسعر اللاعب السوري ضمن الدوري السوري؟ شو نتج عن الاجتماع وما جديد الدوري السوري للعام القادم؟ طبعا بكل تأكيد اليوم كان الاجتماع هو لشرح طريقة إقامة الدوري خلال الموسم القادم، كيفية تسجيل اللاعبين، عدد اللاعبين المسجلين. في طبعا في بعض التعديلات، هي التعديلات اللي احنا حطيناها هي بسبب
انه نحن شفنا باحصائيه انه في عدد لاعبين مثلا ما عم يلعب بالدوري السوري، ايضا عدد اللاعبين الشباب بمعظم الانديه شبه مفقود، يعني اللاعبين الشباب اللي عم ترفعوا من فرق الشباب الى فرق الرجال نعم. ما عم يكون في لهم دور نهائيا مع فرقهم بمعظم الاحيان. فنحن حطينا بعض الشروط، لكن انا بدي جاوبك اول شيء على سؤالك مباشره انه سقف التعاقدات. نعم صراحه بنظام الاحتراف لا يوجد شيء اسمه سقف تعاقدات، ولكن رغم كل شيء نحن تم نقاش هذا الموضوع اليوم، وكالعاده الانديه اختلفوا بانه اقرار وضع سقف للتعاقدات، وفي حال وضع سقف للتعاقدات كمان اختلفوا انه ما هو السقف. كابتن مهند، يعني بالدول الاوروبيه بعد تعاقد باريس سان جيرمان مع نيمار لاعب المنتخب البرازيلي 222 مليون، طلبت الانديه الكبرى وضع من الفيفا وضع حد لسعر اللاعبين العالميين. فنحن على مستوى سوريا، فنحن انديتنا بنعرف في انديه يمكن يكون معه، في انديه يمكن ما يكون معه، في لاعب اذا بتقول له مثلا هلا بعد الاسعار اللي سمعناها انه تعاقد ب 10 مليون يقول لك ما بدي. نحن هاي النقطه اللي بدنا نحكي عم نحكي فيها، انه نحن عالميا يمكن ما يتواجد، رغم انه طالبت بعض الانديه بعد سعر نيمار ما طلع ال 222 مليون، ولكن نحن بالبلد لازم نراعي بعض الانديه. تماما. هلا انت عم تحكي من زاويه محدده اللي هي مصلحه الانديه. هلا انت اذا بتحكي من مصلحه كره القدم السوريه وبتحكي شوي تميل لصالح اللاعبين اللي صراحه عدد سنوات اللاعب عندهم هو قليل جدا، يعني عدد السنوات اللي فعلا اللاعب يحسن يجي من وراها الاموال يمكن 10 سنوات او باحسن الاحوال 12 او 13 سنه. وما عندنا شيء اسمه تقاعد اللاعبين، وما عندنا شيء اسمه نقابه للاعبين. فاللاعب بعد ما يتقاعد اذا يعني اذا ما لقى شغله ثانيه او ما كان مأمن حياته فهو اكيد راح يكون بوضع لا يحسد عليه. بكل الاحوال نحن اذا بدنا نقارن المقدمات العقود والرواتب اللي عم يتقاضوها لاعبيننا مع دول الجوار، يعني نحن بنشوف اذا بنحط مثلا سقف ال 50 او 60 الف دولار للاعبيننا المحليين فهو امر عادي ممكن يتقاضوه بدول الجوار على الاقل. صحيح. ف ولكن السؤال النادي قادر على دفعه؟ هلا انا بشوف انا من وجهه نظري طبعا هذا لسه ما صار في اقرار بهذا الموضوع، لكن انا بحكي وجهه نظر مهند الفقير. بالاحتراف اذا انت حابب تطور مستوى كره القدم عندك وبالعالم كله نفس الوضع، الانديه الغنيه هي المسيطره على البطولات. صحيح. هذا الامر معروف وطبيعي. صحيح. فانت نحن اذا بنسقط الواقع على انديتنا ليش حتى ما يتجمعوا اللاعبين بست انديه او سبع انديه ممتازين جيدين نحسن نسمي الدوري تبعنا فعلا دوري احترافي، بحيث اذا شاركنا نادي بطل سوريا اذا شارك بدوري ابطال اسيا يكون في يطلع بايده يساوي شيء بهالبطوله، وعلى الاقل اذا شاركنا بكاس الاتحاد الاسيوي كمان يطلع بايدنا شيء، لكن احنا مثل ما لنا شايفين بالسنوات السابقه المستوى للدوري السوري صراحه متدني. صحيح. في عده عوامل، لكن من هالعوامل هو تشتت اللاعبين بالانديه. طيب بكل الاحوال انا بقول بالوقت الحالي اتحاد كره القدم اذا ما الجمعيه العموميه اقرت وضع سقف لمقدمات عقود ورواتب اللاعبين فالاتحاد كره القدم بشكل فردي ما بيقدر يطالع القرار. بكل تاكيد الدوري السوري ما بعرف مجد بده يسال عن انطلاقته. كابتن مهند يسعد مساك، بس بدنا نعرف يعني هذا الموسم رح يكون في عنا دوري للناشئين ودوري للشباب، وحابين نعرف من حضرتك امتى رح يكون موعد الانطلاق لدوري الدرجه الممتازه. دوري الدرجه الممتازه لانديه ممتاز رح يكون ب 20/9 دوري الرجال، ب 21/9 مباشره يعني بعد بيوم رح ينطلق دوري الشباب والناشئين. يعني دوري الناشئين كابتن رح يكون دوري منتظم ولا دوري منطقه يعني تجمعات يعني رح يكون منطقه الساحل او تجمع بالمنطقه الجنوبيه؟ تماما. دوري الشباب رح يكون دوري منتظم ذهاب واياب، كل الفرق رح تلعب مع بعضها. دوري الناشئين رح يكون على شكل مجموعتين، لكن حتى الان ما صارت القرعه، لكن انا بتوقع انه بالقرعه رح يكون في اخذ بالاعتبار التوزع الجغرافي للانديه.
ان شاء الله نتمنى التوفيق. بدي اشكرك كابتن مهند وبدي بارك لك قبل قليل وانت على الهواء، كنا باللحظات الاخيره من مباراه منتخبنا في اولى مبارياته مع كوريا الشماليه في بطوله نهر، وتمكن من تغلب على كوريا الشماليه بخمسه اهداف لهدفين. راح تكون ضيفنا اكيد بالاستديو كابتن مهند لنحكي اكثر عن الدوري السوري والقرارات اللي راح تصدر بكل تاكيد من حيث العقود التعاقدات او من كل جوانب اللي بتهم الدوري. بدي اتشكر وجودك معي، واكيد ما الان راح يتجدد بس بتكون معنا بالاستديو بكل تاكيد. شكرا لك يا كابتن. العفو العفو ان شاء الله، شكرا للجميع. هلا يا كابتن. هيك هلا بدنا نرجع نحن قبل ما نروح، بس عشان عم نحكي عن من انطلاقة الموسم، هي رح تكون إن شاء الله ب 13/9 كأس السوبر السوري، رح تجمع بطل الدوري الجيش مع بطل كأس الوسبة. الانتقالات بدنا نكمل بالانتقالات، نادي الكرامة مجد ثلاث لاعبين، ولكن التعاقدات يعني جمهور الكرامة مو كتير راضي على التعاقدات نادي الكرامة. أحمد شيحة حارس المرمى جدد عقده، أيضا اللاعب ياسر شاهين عنده موسم جديد، وجهاد بسمار وعامر تركاوي نتمنى له كل التوفيق لنادي الكرامة، النادي الآسيوي اللي دائما هو كان فرحتنا بفترة طويلة. هي الكابتن شاهين عم يجدد لموسم جديد، مثل ما قلت كابتن جمهور نادي الكرامة عم ينتظر أكثر من هيك من إدارته بكل تأكيد. بدنا نروح إلى انتقالات المدربين، كان عفوا نادي تشرين. يلا تشرين أجرى العديد من التعاقدات، بعرفك بتشجع تشرين، فالبداية كانت مع المدرب. مين ما بشجع تشرين كابتن؟ كلنا بنشجع تشرين. ماهر البحري، أحمد مدنية الحارس الثاني في المنتخب السوري، الحارس السابق لنادي الجيش، بالإضافة بيرجع لبيته الأساسي، هو أساسا من تشرين. طبعا رامي لايقا، نديم الصباغ، محمد علي نعيم غزال، ترفيع اكثر من لاعب بفئه الشباب. نادي تشرين عم اخر التعاقدات، كنت عم اقول لك خالد مبيض لاعب خط وسط المنتخب السوري ونادي الوحده، اخر التعاقدات الحاليه بهذا اليوم لنادي تشرين. في منافسه من افضل خطوط الوسط بالدوري اليوم تشرين، اسمه الافضل تماما تشرين. يعني صار عنده خالد كوجلي، راح صار عنده نعيم غزال، صار في عنده هلا خالد مبيض، المالطة في حال لعب بادوار بخط الوسط، المرمور بحال رجع لعب كمان ورا، يعني اسماء كثير مهمه راح تكون موجوده بخط الوسط لنادي تشرين، بالاضافه لكامل حميشه، اسماء مهمه، وترفيع بعض اللاعبين من الشباب اللي اخذوا الدوري سنتين ورا بعض، لنشوف شو راح يقدر يعمل كابتن ماهر البحري اللي وعد ب يعني صناعه جديده لنادي تشرين. بدي اشوفك قد ما حكيت عن تشرين بدك تحكي على حطين. هلا بيزعلوا مني الحطينيه، لا بنحكي على حطين. نادي حطين ايضا عم يجري تعاقدات كثير كبيره، البدايه مع المدرب السوري حسين عفش كانت من شي شهر تقريبا، الحارس شاهر شاكر ايضا من نادي جيش الى نادي حطين. ما بنعرف نحن شو راح يصير، في بعض المشاكل العالقه مع نادي الحريه، هو لانه كابتن ما بتعرف بيلعب بنادي الحريه اعاره على نادي جيش 3 سنين، فعلى ما يبدو لسه في سنه مو خالصه، هي ما بنعرف شلون راح تصير. مارديكيان نجم المنتخب السوري بيوقع لحطين، ايضا المدافع احمد ديب ايضا بيوقع، رضوان قلعجي وحسام بوادغجي قادمين من الجيش، بالاضافه لوسيم نبهان وحمود الحمود. عم نشوف نحن تشكيله قويه، تجديد لحسن ابو كف كمان على راس الجهاز الفني، راح يكون حسين عفش، يعني راح يكون ديربي مولع راح يكون هذا الموسم بوجود الكابتن الخبير وصاحب الخبره الكبيره حسين عفش، اللي راح يعمل نقله كثير كبيره لنادي حطين بطريقه اللعب، راح يعمل نقله كثير كبيره ايضا بخلال مستوى اللاعبين، لرفع مستوى اللاعبين. عوده احمد ديب هي اضافه كثير كبيره لخط الدفاع لنادي حطين. شاهر شاكر حارس من افضل حراس سوريا بغض النظر عن اي شيء صار معه بنادي الجيش. بده يبقى السؤال مارديك، بده يبقى السؤال بنادي جيش، كثير لاعبين خرجوا من نادي جيش. هلا قبل ما ندخل كان كمان حسين شعيب عم يودع نادي الجيش، ما كثير لسه بنعرف نحن تعاقدات نادي الجيش، الجيش بضل زعيم الكره السوريه، التعاقدات لسه ما بدت عند نادي الجيش، بالاضافه دائما نحن نادي الوحده دائما بتحفنا بتعاقداته القويه، لسه ما بدا بالتعاقدات. لسه كابتن يعني الصفوف الاولى، خلينا نقول الصف الاول للاعبين مع احترامنا للجميع، يعني يمكن خالد المبيض هو اول انتقال للاعبين منتخب من نادي الى نادي. احمد مدنيه لسه عم ننتظر، احمد مدنيه نحن هو
هو من السنه الماضيه كان بده يمشي يعني على ما يبدو بالتراضي، اليوم راح على نادي تشرين. كل التوفيق لكل الانديه طبعا، بس ناطرين الديربي بوجود عمالقه بالناديين. ومارديك مارديكيان انا عم انتظر منه شخصيا، انا بحبه على مستوى لاعب منتخب ولاعب نادي حطين، عم ننتظر منه شيء كثير حلو ان شاء الله للموسم القادم. مكملين مع التعاقدات مشاهدينا، بدنا نروح لنادي الشرطه. نادي الشرطه عم يجدد عقده مع كامل كواي رئيس نادي الشرطه العميد حاتم الغايب، بالاضافه ل حمدي المصري عم ينتقل من نادي تشرين لنادي النواعير. اضافه كثير رائعه لنادي النواعير، هذا اللاعب الخبره الكبيره اللي كان موجود السنه الماضيه مع تشرين، بنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. ايضا كابتن نادي الشرطه عم يعني اليوم هلا قبل شوي انت عم تحكي كنت عم اكتب يوسف اصيل وعمر الترك ومحمد اللولو، بالاضافه لاكثر من لاعب عم يكونوا، بالاضافه لمحمد العقاد قادم محمد العقاد من تشرين الى الشرطه، يعني نادي الشرطه بلش هلا عم يدعم اكثر ان شاء الله ادارته، هذا كله بينعكس على المنتخب كل تأكيد. ضل صفقتين للمدربين من أهم المدربين بسوريا، عمار الشمالي ما حدا بينكر يعني كان بالوثبة أثبت موجودية، بس بداية مع أنور عبد القادر مدرب نادي الشرطة عاد إلى بيته، إلى بيت الأم، إلى بلده خلينا نقول. وعمار الشمالي راح يكون ربان سفينة الطليعة في الموسم القادم، الطليعة اللي وصل لنهائي كأس الجمهورية ولكن للأسف الحظ ما حالف نادي الطليعة. كابتن هلا كمان محمد باش بيوك هلا محمد باش بيوك من النواعير لحطين، هلا عفوا من حطين للنواعير، محمد باش بيوك من حطين الى النواعير. طب نتركه للاسبوع الجاي، بدنا نروح لملفاتنا المحليه. البدايه كانت مع كاس الجمهوريه، الوثبه انجاز تاريخي. ليش بنقول تاريخي؟ لانه اول لقب يدخل خزائن الوثبه من تاسيس النادي. تقرير دانا عوض. بروح معنوية عالية وعين تراقب النصر، دخلت الطليعة والوثبة إلى ملعب تشرين، وكل منهما متسلحا بجمهوره الكبير وطامحا لمعانقة الكأس والوصول إلى آسيا. ففي الأول لم يستطع كلا الفريقين تسجيل حضور مميز، فانتهى كما بدأ سلبيا النتيجة. أما الشوط الثاني المستوى كان متوازناً، حيث استطاعت الطليعة تسجيل هدف المباراة الأول من خلال مهاجمه مروان الصلال من تسديدة مفاجئة سكنت شباك الرحال، ولكن الوثب كان له كلاماً آخر، حيث استطاع علي غصن ترجمة كرة البوطة في مرمى الطليعة معلناً من خلالها التعادل. نقطة التحول التي لم يستطع الطليعة أن يستغلها بطرد حكم المباراة محمد العبدالله اللاعبين سعد أحمد وسعيد البرو، ليكمل ما تبقى من وقت المباراة الأصلي والأشواط الإضافية ناقص الصفوف. ورغم ذلك كان نداً قوياً واستطاع أن يذهب بالمباراة إلى ركلات الحظ التي ابتسمت له بستة سبعة، كان بطلها حارس المرمى حسين الرحال بتصديه لركلة وتسجيله لهدف النصر، معلناً تتويج الفرسان باللقب الأول بتاريخهم بعد خسارتهم النهائي الأول لهم أمام الاتحاد. لم يخذل الوثبة جمهوره، فكان على قدر المسؤولية حيث امتزجت الفرحة بالدموع على أمل أن نشهد مستواً جيداً لحصد المزيد من الألقاب والإنجازات للوصول بكرتنا إلى مستوى يليق بها خارجياً، آملين من الوثبة أن يكون خير سفير لجمهورنا في كأس الاتحاد الآسيوي الموسم المقبل. مجد المباراة يعني سيناريو مثير، ولكن الأداء ما كان بالمستوى المطلوب. مباراة 90 دقيقة، الشوط أول خالي من الأهداف، شوط ثاني هدفين، حالتين طرد بالدقيقة 85، الوثبة بيكمل المباراة والشوطين الإضافيين من دون ناقص لاعبين، 9 لاعبين بيلعب، ركلات جزاء، الرحال هو نجم اللقاء. تماما كابتن، مثل ما حكيت، مباراة كانت درامية بلحظاتها الأخيرة من دقيقة 80 تقريبا،
لاحظنا مثل ما شفنا يعني مشاهدينا كيف تقدم الفريق الطليعة عن طريق مروان صلال المهاجم، وايضا الوثبي قدر يعادل عن طريق علي غصن بعد متابعه الخبير انس بوطه. بعد طرد لاعبين الكل توقع انه يقدر الطليعة ينهي المباراه لصالحه، لانه صار الطرد تفوق العددي كافي تماما، يعني المباشر بنفس اللحظه، مو انه كان في فرق بين الطرد الاول والثاني، لا مع بعض طلعوا. فلاحظنا انه رافع خليل اعطى تعليمات للاعبينه بتدوير الكره وانه الاحتفاظ فيها ليروحوا لركلات. نحن حكينا مجد عن المباراه بشكل عام من الناحيه الفنيه، بدنا نحكي من الناحيه التحكيميه. المباراه وصلت لبر الامان، الحكم صحيح. محمد عبد الله بدي وجه له كل التحيه، حالتين الطرد صحيحات 100%. الاولى انفراد لاعب اخر لاعب يعني انفراد تام بالمرمى، والثانيه دفع الحكم توجب اصلا، هي بدها ثلاث انذارات حمر مو انذار واحد الحمراء. لانه صار في اخلاق الشغله هون. يعني مدربين ناديين طليعة والوثبي بعد المباراة شو قالوا؟ يلا طبعا مباراة كانت صعبة كثير يعني مع فريق الطليعة، بمجريات المباراة يعني كانوا الفريقين يعني في حذر شديد، يعني الفريقين في حذر شديد وخاصة الشوط الأول. أول عشر دقائق كان فريق شوي يعني في تلبك، صارت علينا فرصتين يعني خطرات كثير. بآخر ربع ساعة وقت اللي نحن صرنا نلعب الكرة على الأرض ولمسة وباص، طبعا ضغطنا على فريق الطليعة وحصلنا كذا فرصة يعني كانت محتملة أن يكون في منا جول. الشوط الثاني طبعا كمان كان في حذر، المباراة كلها يعني مباراة يعني إلى حساسيتها، يعني مباراة الكؤوس هي. نقطة التحول هي وقت الطرد. وقت الطرد يعني لاعبين بدقيقة واحدة كان في مشكلة كبيرة عندي أنا، ولكن جماعة اللاعبي أنا عملت خطين دفاعيات بحيث أنه فريق الطليعة ما يقرب على جولي، وفعلا يعني آخر خمس دقائق بالمباراة والوقتين الإضافيات ما عمل شيء علينا الطليعة، عم يدور كرة من وراء، أنا سامح له يدور كرة من وراء، ولكن يعني خطين عملت خطين دفاعيات وكنت عم أشتغل على الكرات المرتدة وعلى الكرات على آخذ كرة ثابتة. الحمد لله اشتغلت على أنه وصل كمان لضربات الجزاء. بضربات الجزاء طبعا إلى تكتيك الخاص، يعني أنا أصريت أنه آخر كرة يشوطها حارس المرمى، لأنه بعرف أنه بيشوط شيء كويس وبيعرف حارس المرمى كيف بيشتغل حارس المرمى وكيف بيزت حارس المرمى. فاخترت أنه حسين رحال، وكان الفوز العظيم اللي أهلنا لآسيا. هذا حلم كل وسباوي، حلم حمص، هذا حلمنا، حلم جماهير الوسبي، حلم إدارتنا، حلمي أنا اللي وقت كنت لاعب ما حققته وهلأ مدرب أني حققته لنادي الوسبي. فأنا جدا سعيد ومبسوط، بدي بس اهدي هالفوز هذا لصديق عمري وبتمنى تحطوه. هذه صديق عمري محمود جمعة، دفنته من 15 يوم الصحفي، صديقي وأخي صداقة 35 سنة، دفنته بإيدي صباحية لعبة النواعير، كان متمنى يكون معي بهالكأس هذا، ولكن وهي صورته كمان أستاذ محمود جمعة، دفنته بإيدي طبعا يوم المباراة النواعير، وكان مؤثر جدا بالنسبة لي. يعني صديق عمري هذا كان متمنى يكون معي بهالملعب وبالكأس ومرافقني كل يوم أنا وياه، هاي بهدية له كمان. وبدي أهدي كمان هذا الفوز لزوجتي ولأولادي ولأخواتي ولأصدقائي. قدر الله وما شاء فعل. طبعا أول شغلة بدنا نبارك لجمهور الوسبة ولفريق الوسبة حصوله على بطولة الكأس، ومنعتذر أكيد لجمهورنا الكبير اللي رافقنا من مدينة حماة بعد ما وصلت اللقمة للتم. يعني نحن مثل ما بيقولوا ما عرفنا كيف نتعامل مع المباراة، من الأشواط الإضافية كان لازم هي تنتهي. طبعا منقول يعني فريق الوسبة أكيد فريق جيد، عنده عناصر مميزة، إمكانياته كويسة، وصل مثل ما وصلنا نحن يعني بكفاءة للمباراة النهائية. طبعا وقت اللي يعني فريق الوسبة بالأشواط الإضافية رجع صار يلعب على دفاع المنطقة، وهن يعني لاعبين جيدين يعني متميزين عندهم الإمكانيات، ونحن بصراحة يعني أضعنا فرصة الفوز، ما عرفنا نتعامل بالأشواط الإضافية بكيفية الاختراق وكيفية يعني الاستحواذ على الكرة بنص ملعب الخصم. طبعا بدنا نقول قدر الله وما شاء فعل، ألف مبروك لفريق الوسبة، بيستاهلوا يعني أكيد هذا الكلام. ومنقول نحن آسفين لجمهورنا الكبير يلي يعني رافقنا من مدينة حماة، وهي كرة القدم يعني بالآخر لابد من خاسر ولابد من رابح. بداية راح تكون مع مجد الدين غزال. أكيد مشاهدينا يعني الحمد لله دائما نحن بالألعاب الفردية بيكون في عنا أبطال سوريين، بيكون في عنا أبطال عم تعمل نتائج عالمية، نتائج ترفع الرأس، وآخرها هو البطل كابتن مخلوف لاعب نادي الجيش
مجدي غزال. مجدي غزال. مجدي غزال بدنا نذكر مجد انه هو مشارك بالدوري الماسي. خلينا نشوف بدنا قبل ما نبدا بالبرنامج بدنا نوجه تحيه للمخرج العائد لنا اللي بيشجع الارجنتين وبرشلونه بس ما عم تزبط معه ولا من اي جهه. ما زبطت السينما نهائيا. ابو دياب ابو عدنان بنروح على الصور يلا. نحن بنشوف يعني لنحكي اكثر عن مجد. مجد مشارك بالدوري الماسي الاخر مرحله في الدوحه تماما يعني ميداليه الفضيه قبلها كمان ميداليه فضيه ملتقى سلوفاكيا الميداليه الذهبيه طبعا على ارتفاع مترين و30 طبعا كابتن يعني لاعبنا البطل السوري مجد الدين غزال توج بهي الملتقى ملتقى براتسلافا بسلوفاكيا قدر يحقق الميداليه الذهبيه بمترين و30 سنتيمتر متفوق على المكسيكي ريفير إديغير اللي حال بالمركز الثاني بمترين و24 والمركز الثالث كان نشوف الفارس 6 سنتي ومن البهاماس في عنا باري تريفور بمترين و20 هلا كلنا بنعرف انه الرقم العالمي هو مترين و45 اللاعب العربي برشم عيسى برشم هو لاعب قطري وصل لمترين و40 ما قدر يوصل للمترين و42 بهالبطولة مجد عم بيحقق رقم في 6 سنتي بينه وبين المركز الثاني ولكن مجد له 3 محاولات على المترين و33 كثير ناس قال يعني ليش مترين و33 مشان يفوت الأولمبي 233 هي بتأهله مباشرة للأولمبياد تماما ولكن مجدي غزال بهالملتقى ما تمكن بعد 3 محاولات خاطئة 233 ما قدر يتجاوزها ليتوج بذهب ملتقى سلوفاكيا على ارتفاع 230 سنتيمتر طبعا كابتن بدنا نوجه له من عنا اكيد من برنامج كلاسيكو للكابتن مجد الدين غزال مباركه وتهنئه وبنقول له يعطيه العافيه على الجهد اللي عم يبذله يعني اذا بدنا نقارنه بين هو وبين اي لاعب عالمي اخر او اي لاعب عربي اكيد الامكانيات الموجوده عند مجد غير الامكانيات الموجوده برا رغم هذا الشيء هو يعني ما عم يبخل علينا نحن لحتى يخلينا مبسوطين كجمهور سوري ويحقق الميداليه الذهبيه بابسط الامكانيات اللي بيملكها بنتمنى له كل التوفيق دائما بالمنافسات القادمه ان كان بالدوري الماسي او اي ملتقى اخر عالمي عم نشوف نحن محاولات مجد على المترين و33 كنا بنتمنى انه يتخطاها ليكون بالاولمبياد ولكن 3 محاولات ما قدر يتخطاها مجد انه بصعوده للعصا عم نشوف طلع انه لحظات يعني سنتي يعني اقل من مليمتر هي المحاوله الثانيه فاشله بعد شوي له محاوله ثالثه بدنا نقول له كمان مبروك لمجد الخطوبه تماما هو بالفتره الماضيه اكيد الكابتن مجد يعني كابتن مخلوف اذا بنشوف الكابتن مجد الدين غزال كان الجمهور السلوفاكي كله كثير دعم له حتى بيحكي مع حاله وهي هو مو انه عم يحكي مع حاله في شيء هو عم يتحدى نفسه انه هو بيقدر يحقق كان قريب جدا من اجتياز المترين تحطيم رقمه 33 وتحطيم رقمه بكل تاكيد هيك البدايه كانت مع التتويج السوري بذهب في ملتقى براتسلافا الدولي بسلوفاكيا طبعا كابتن كان مشارك بهذا الملتقى جنوب افريقيا بولندا اوكرانيا سلوفاكيا قبرص البهاماس المانيا اليابان المكسيك وقدر يحقق المركز الاول انجاز سوري على الصعيد العالمي هلا اذا قلنا عالمي يمكن يقولوها ولكن اللاعبه السوريه مريم طريفي احرز الميداليه الذهبيه ببطوله العالم بالكاراتيه للانديه يعني نحن مستمره المسيره عنا بالانجازات الفنيه يعني اذا بتقلي من انو نادي من ممكن انا بعرف انو نادي احنا بدنا نقول من نادي عمال اللاذقيه يعني الناس وقت رح تسمع رح تقول انه من نادي عمال اللاذقيه كثير الانديه ما بتعتني بالالعاب مغموره يعني الفرديه مثل الانديه الكبيره عندها هم كره قدم كره سله كره يد مثلا ولكن العاب مغموره ولكن ميداليه ذهبيه على مستوى بطوله العالم بنادي عمال اللاذقيه انجاز يسجل مو انجاز عادي انجاز كبير الحمد لله مستمره عندنا بالمستوى الالعاب الفرديه كابتن من مجد الدين غزال اليوم للاعبه طريفي هذا شيء بيرفع الراس اكيد من الا الف مبروك هلا بدنا نذكر هي وزن 43 كيلوغرام تغلبت بالمباراه النهائيه 6-0 على لاعبه ماليزيا البلد مضيف البطوله بدنا نذكر انه اللاعب جعفر ملاح بده يلعب بمنافسات وزن 68 كيلوغرام مع بطل سنغافوره لنحكي اكثر عن هالانجاز انا بدي اسميه برياضه الكاراتيه ميداليه ذهبيه ببطوله العالم مع لنحكي اكثر معنا على الهواء مباشره الاستاذ جهاد ميا رئيس اتحاد الكاراتيه مساء الخير استاذ جهاد
يسعد مساكم، اهلا وسهلا فيكم. كيفك؟ اول شيء كابتن جهاد، كابتن جهاد دائما نحن معروف انه اتحاد الكاراتيه من الاتحادات المجتهده، يعني من خلال تنظيم البطولات العديده داخل سوريا دائما في بطولات على لمختلف الاعمار. بلشنا او بلشتوا تقطفوا الثمار بالانجازات الخارجيه؟ هو اكيد انت تعرف تماما طبعا انه نحن من خلال استراتيجيه عمل اتحاد الكاراتيه كان الاهتمام بالفئات العمريه الصغيره، لانه الفئات العمريه الصغيره انه املنا بالوصول للعالميه، فكان خطه عملنا من خلال خطه عملنا استحداث بطولات الفئات العمريه ناقص 12 وناقص 14 وناقص 16، وبطلتنا طبعا مريم يعني كانت هي من لاعبين مميزين وحاصل على فوز جمهوري لاكثر من عام، وبهي الفتره يعني يتعدد سن 12 وصار انه يحق لها المشاركه بالبطولات على مستوى بالنسبه للاعمار المعتمده من الاتحاد الدولي. نعم. فكانت هي كلها يعني سياسات واليات بتصب انه نحن يتطور اللاعب من خلال نحن بتعرف كان اهتمامنا كمان استحداث بطولات الانديه واهتمام بالانديه، لانه النادي بتعرف هو الحلقه الاولى لبناء اللاعب، فان كانت انديتنا بخير اكيد راح تكون رياضه سوريه بخير. فكان اكيد اكيد كابتن جهاد، هلا يعني بعد هالانجاز اللي حققته اللاعب طريفي، كيف راح يتم الاهتمام معه؟ كيف راح يتم المتابعه؟ يعني راح نوقف نحن هون وصلنا للقمه ولا في مشاريع قادمه معه ومع زملائه؟ بتعرفوا تماما يعني من خلال اكثر من لقاء نحن يعني طموحنا الوصول للعالميه، فهذا الشيء كان بده يعني فريق عمل كامل، وكان الاهتمام بالمدربين لانه بناكل شيء هذا على الحاله الفنيه اكيد بتكون من عداد المنتخب الوطني، واكيد مشي راح يكون في عندنا مشاركات على المستوى الاسيويه والعالمي، اكيد راح تكون مريم من لاعبين المنتخب الاساسي الموجود بده يشارك ان شاء الله بالفتره القادمه لعام 2020. نتيجه جعفر ملاح كابتن مع بطل سنغافوره يعني غدا يعني لسه ما تاكدنا، بس ممكن تكون برونزيه يعني حسب ما وصلني، بس يعني لانه بتعرف في مختلف في الوقت بيننا وبين ماليزيا، فما عم يكون الوقت هو ما عم بيوصل المعلومه الصحيحه، فهلا نحن اليوم رح نتواصل مع المدرب ونتاكد، بس ممكن حصل على الميداليه البرونزيه. بدنا نبارك له اذا الميداليه برونزيه، ذهب وبرونز نحن موافقين بكل تاكيد. كابتن جهاد، سؤالي الاخير، المشاركات الخارجيه القادمه لرياضه الكاراتيه في سوريا؟ طبعا نحن ملتزمين بانشطه الاتحاد الدولي، فاكيد راح يكون عندنا مشاركات على مستوى العرب واسيا وغرب اسيا. وين القادمه وين كابتن؟ هلا نحن من خلال هلا تقريبا بالشهر التاسع بتطلع اجنده الاتحاد الدولي وبيبين معنا المشاركات للعام 2020 بدها تكون. هلا نحن في عندنا بطوله كمان ممكن نشارك ببطولة دولية بإيران أو بطولة العرب بتونس، فعم بيصير في دراسة من لجنة الانتخابات الوطنية لنشوف وين ممكن نشارك، يا بطولة العرب يا البطولة كمان في دولية مهمة بإيران بيكون فيها مشاركة دول آسيوية مهمة، فأكيد إن شاء الله يا بإيران يا بتونس بدها تكون هي خلال العام. كل التوفيق لكم أستاذ جهاد. طبعا سما هي من الاعلام يعني نحن نعتز ونفتخر فيها، ونفس الوقت نحن بنعرف انه مؤسسه اعلامنا الكبرى هي شريكه حقيقيه للرياضه السوريه. هذا واجبنا يا كابتن. بدي اتشكر وجودك معي الكابتن جهاد مير، رئيس اتحاد الكاراتيه في سوريا. شكرا لك. هيك بنكون انتهينا تماما كابتن. بالختام بدي اشكرك، بدي اشكر كل المشاهدين اللي كانوا معنا ببرنامج كلاسيكو، ان شاء الله تكون عجبتكم هاي الحلقه، وكنا ضيوف خفاف الظل لكم بهذا المساء. شكرا كابتن. مشاهدينا الشكر موصول لكم، ما ضل مني انا مخلوف غير اني ودعكم عمل اللقاء فيكم من جديد. بدي اذكر فجر الاربعاء الارجنتين البرازيلي كلاسيكو الارض، وكل التهاني لنادي الوثبه بالانجاز التاريخي. الى اللقاء.